أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام. سويسرا بلد يقع وسط أوروبا، متعدد الثقافات واللغات، بلد المال والأعمال والبنوك العالمية، ومقر للمنظمات الدولية، وهي أيضا بلد المناظر الطبيعية الخلابة والبحيرات الرائعة وجبال الألب الشاهقة. تتوفر سويسرا على العديد من المدن والمواقع السياحية التي تشكل عامل جذب للسياح الباحثين عن الراحة والاستجمام. مدينة إنترلاكن أو عاصمة الألب كما يحلو للبعض تسميتها تشكل مصدر جذب سياحي للملوك والأمراء والرؤساء ووجهة مفضلة للسياح العربي والخليجيين على وجه الخصوص. التقرير التالي يقربنا من هذه المدينة الجميلة. تعتبر مدينة إنترلاكن من المدن السويسرية المهمة والمعروفة بأنها مصدر جذب سياحي في سويسرا. تقع المدينة ضمن مقاطعة بيرن كثاني أكبر مقاطعة في سويسرا، وتقع المدينة بين بحيرتين كبيرتين ورائعتين، فمن الجهة الغربية توجد بحيرة طون الشهيرة بين الملاحين وعشاق التزلج على الجليد، ومن الناحية الشرقية توجد بحيرة برينز. ولا يمكن لأي منتجع سياحي في سويسرا أن يقوم بتوفير كل أشكال المتعة والترفيه مثل بحيرة طوني وبرينز، لأنهما المكان المثالي لممارسة أنواع كثيرة من أشكال الرياضة المائية، كما يمكن استكشافهما ورؤيتهما فقط من خلال نزهة بحرية بواسطة أحد البواخر الحديثة. تمكنت المدينة من أن تصبح واحدة من المدن السياحية في سويسرا، وذلك بفضل جمال طبيعتها التي تسحر القلوب قبل العيون، وبحيراتها الرائعة ومروجها وأريافها القابعة تحت جبال الألب الشاهقة، إضافة إلى خط السكة الحديدي الذي تم بناؤه سنة 1912 والذي يسهل عملية التنقل بين الجبال. ترتبط مدينة إنترلاكن بشبكة طرق سيارة سريعة وبشبكة قطارات جيدة، وبحكم موقعها الجغرافي في منتصف سويسرا يجعل عملية الوصول إليها سهلة وميسرة. وتوفر المدينة لزوارها نشاطات ثقافية من خلال تنظيم حفلات موسيقية وعروض مسرحية وخدمات سياحية متميزة من خلال القيام برحلات استكشافية في أحضان الطبيعة البديعة، خاصة في فصل الصيف حيث تتوافر المسارات الجبلية، أو من خلال زيارة العديد من المعالم السياحية التي تتميز بها المدينة على باقي المدن السويسرية الأخرى. وتستقطب مدينة إنترلاكن عشرات الآلاف من السياح العرب خصوصا في فصل الصيف، وتعد المدينة واحدة من أجمل المدن السويسرية، حيث تضم هذه المدينة الصغيرة عددا متنوعا من الأنشطة السياحية التي تستهوي السائح العربي والتي تعد الأجمل في أوروبا. ويحظى السياح العرب والخليجيين على وجه الخصوص القادمين إلى سويسرا باهتمام المسؤولين في قطاع السياحة، خاصة وأنهم يتوافدون بأعداد كبيرة ويمكثون بالفنادق الفخمة لفترات طويلة وينفقون أكثر من 5000 درهم في اليوم، محتلين بذلك المرتبة الأولى من حيث الإنفاق السياحي اليومي في سويسرا. وقد ساهمت مجموعة من العوامل في ازدهار السياحة الوافدة من الدول العربية، أهمها إطلاق حملات إعلامية ومعارض بدول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء مواقع باللغة العربية من طرف هيئة السياحة السويسرية، وإطلاق مجموعة من العروض المتجددة التي تستهدف السوق الخليجية والعربية عموماً. تتوفر مدينة إنترلاكن على سلسلة من الفنادق الفخمة والراقية، ويرجع بعضها إلى العهد الفيكتوري، ويبقى أبرزها فندق فيكتوريا يونغفراو وفندق بوريفاج. وتقدم هذه الفنادق خدمات وعروض متنوعة تتوافق مع العادات الإسلامية، كتجهيز الغرف بنسخ من القرآن الكريم وسجادات للصلاة ووجبات غذائية باللحم الحلال، وموظفون يتحدثون اللغة العربية وغيرها من الخدمات بهدف اجتذاب السائح العربي لزيارة المدينة وقضاء أوقات ممتعة ولحظات لا تنسى، على أمل العودة مرات عديدة لهذه المدينة